نحن we used من in طلع grade يعني. we used in grade 11 to apply the limit at the plus infinity and at minus infinity بدرس الراشنال فانكشن صح؟ مرة بنعمل limit على plus infinity ومرة بنعمل limit على مين؟ على minus infinity. وكنا نعمل هون limit أوقات على 1 plus وعلى 1 minus. أنا اللين x شو الدومين اللي له للين x؟ إلا من الزيرو ل plus infinity. Exactly. So انتو هون بكون تلمحوا بقلب اللين. So you will see inside the lane only يا plus infinity يا zero plus. ما بتشوفوا غيرهم. يعني ما حدا يقول والله إذا طلع بقلب اللين minus infinity شو بدي أسوي؟ Okay. ما في. We used to say that inside the line we could have either zero minus, minus infinity, plus infinity. How the كل اللي كنتوا تشوفون لا. But the main idea and when you apply any limit, you are going to replace the open interval numbers or expressions. يعني مثلا لين x شو كان عنده الدومين لين x شو كان عنده دومين مثلا شو كان عنده دومين من 0 لوين؟ من 0 ل plus infinity. Exactly, ل plus infinity صح؟ So هون الليمت اللي لك انت حتشوف بقلبها يا 0 يا plus infinity. مش حتشوف شيء غيرهم. يعني نحن ما فينا نقول مثلا نجي نعمل انه ليمت للان على minus infinity. Yes, exactly. There is no line of minus infinity. It's not defined. ما نحن اتفقنا اللين ما بيشوف بقلبه minus اذا بتتذكروا. نحن we filled this table if you remember هيدا التابل لما عودناه هود الاكسبرشن كله اندي 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 حتى الزيرو اندي يعني حتى الزيرو انت ما بتحط بتقول زيرو بلس سو هذا هو اللي بيتعامل مع البوزيتيف اوكي طيب وين هذا باي سلايد كنا عم نشتغل هون يس ان ذيس سلايد 40 So, if you have ln plus infinity, you should write plus infinity. If you have ln 0 plus, you should write what? Minus infinity. Okay? Is it clear? Yes. Type. If you have x ln x, let's replace it. We have 0 ln 0. لأنه أنا بدي أعمل replacement محل الـ x قد إيه؟ 0. 0. طيب 0 بدها تضلها 0 لين 0 قد ايه اتفقنا الانسر اللي لها؟ ماينس انفينيتي طيب 0 تايمز ماينس انفينيتي قد ايه الانسر؟ 0 ماينس نو لوك هير وات اي ديد رايت 0 تايمز انفينيتي از وات از انديترمينيت تراي تو تشينج ذا فورم فروم برودكت لانه هو شوفوا بيناتهم تايمز شايفين؟ تراي تو تشينج ذا فورم فروم برودكت انتو وات؟ ديفيجن انتو ديفيجن اند ذن ابلاي يعني هيدا انت بالامتحان الرسمي بتحط 0 بس هو بالحقيقه 0 تايمز انفينيتي مش 0 بس نحن هيدا فينا نعتبره رول بيكوز ات از بروفد يعني هيدا الوحيد اذا انت شفتها بالامتحان الرسمي وعطيتك 0 تايمز انفينيتي حط 0 دونت ريبليس دونت شو ريبليس ما تعود يعني انت ما بحق لك بالامتحان الرسمي تيجي تقولوا لي 0 تايمز انفينيتي ايكوال 0 لا يعني وات اي مين لك شو بقصد وهيدي كثير ركزوا فيها واكتبوا لي هلا عندكم على النوت بوك لك شو بقصد كيفك يا فرج فالفرج طيب اذا عندك ليميت كبرنا الخط كثير هون اوكي اذا عندنا ليميت ل x لن x as x tends to 0 plus إذا التلميذ كتبها 0 times لن 0 plus أكيد أم إذا كتبها 0 plus times minus infinity منين إجت الماينس infinity اللي هي لن للزيرو بدنا نحفظها إجا كتب لي equal 0 الأنسر 0 هو صح بس هيك أنت بالامتحان الرسمي شو بالامتحان الرسمي شو بتاخذ؟ زيرو، so it's not allowed. زيرو تايمز ماينس انفينيتي اعطانا زيرو، مش هي انديترمينيت؟ ايه ما هو ليكي انا عم بحكي انه هذا الجواب شو بده يطلع؟ زيرو بده يطلع زيرو، بس انك تكتب بزيرو تايمز انفينيتي اعطاني زيرو غلط. يعني بدي اقول يا زيرو ماينس يا زيرو بلس. لا انا اللي بدي اقوله ان اوفيشال اكزامز
كيف تتعامل مع هذا؟ بس هذا الاكس لن اكس، مش غيره، مش غيره. دغري بنحط الجواب ما بنعوض. Yes, exactly. As x tends to 0 plus، شو بتجي بتحط الانسر انت؟ 0. شو بتقول لي حدا؟ رول. هو اللي عم بحكي عنه. كمان في عندي لين اكس على اكس، شو جوابها؟ 0. بس اذا انا بعوض ما فيني اقول 0، بدي يطلع عندي ترمينيت وبدي اعالجها وبدي اوصل للزيرو. بس بالامتحان الرسمي مقبول على هيدي وهيدي اثنين بس فقط لا غير، تحطوا الجواب دغري من دون التعويض. يعني مثلا شو لازم تعملوا انتم بالامتحان الرسمي؟ كمان ليميت للين اكس على اكس as x tends to plus infinity equal 0، شو بتكتب على جنبها؟ رول. يعني بهود اثنين كيسز دونت شو؟ دونت وات؟ ما بنحل replace. Exactly. Don't replace. Only in this. بس بهول. هلا بشي غيرهم you have to work. لازم تحل. So in general أنا بدي أكون متذكر إنه حألمح بقلب اللين 0 plus هيكون جوابها minus infinity. حألمح بقلب اللين شو؟ plus infinity. شو حيكون جوابها؟ plus infinity. أنا وعم بحل. Are you listening to me? While I'm solving. إذا طلع معي والله plus infinity plus infinity، شو بيجي بكتب له أنا؟ plus infinity. إذا طلع معي minus infinity minus infinity، شو بكتب له؟ minus infinity. إذا طلع معي number plus infinity، شو بيطلع الجواب؟ plus infinity. number minus infinity، شو بيطلع الجواب؟ minus infinity. يعني أنا قادر خلص، كون خلصت الكويستشن. وين المشكلة؟ if I've got plus infinity شو؟ minus infinity. شو بكتب له على جنب أنا هيدي؟ indeterminate for try to change it، بدك تغير الشكل، by common the greatest. شو يعني ال common the greatest؟ نقي الكبير هو common. usually مين بيكون؟ x. إذا كان عندك لين x و x، مين بتختار common؟ أكيد ال x. أكيد ال x. أوكي، حنعمل هلا بعد شوي applications عليهم. So إذا عندك لين بقلبها 0 plus بتقلي minus infinity، ولين إذا بقلبها plus infinity plus infinity. So أنت عملت replace، إذا لقيت هيدي الأشياء بتحط جواب وبتخلص. إذا أنت ما عم بتعود لقيت hot name ما فيك تعطيني جواب. شو بقصد أنا؟ شو بقصد؟ examples على الجمع. ما هنعمل هلا example على القسمة، نعمل example على الجمع. وكمان بالقسمة أنت عندك كمان ممكن تلاقي مثلا plus infinity over number، شو بيطلع الجواب؟ zero plus or minus infinity depends on show on sign. بركي plus على minus بتقلي minus، بركي plus على plus شو بتقلي؟ plus. حسب شو عندك إشارات. يعني example عليهم لهودي، إذا معك plus infinity على minus 2 شو بدك تجي تقلي؟ minus infinity. إذا معك minus infinity على minus 1 شو بدك تقلي؟ plus infinity. أوكي هلا إذا عندنا number على plus infinity شو بده يكون جوابي؟ zero. zero. وإذا عندي number على minus infinity شو بده يكون جوابي؟ كمان zero. zero. يعني إذا عندي minus three على plus infinity شو بكون جوابي؟ zero. وفيني أقول له minus على plus minus. إذا عندنا minus three على minus infinity شو بكون الانسر اللي قلنا؟ zero. شو علي من فوق؟ plus. ف number divided by infinity is what؟ zero. zero. infinity divided by number it is still infinity. okay. if I have now a number divided by zero what is the answer؟ plus or minus depends on show. حسب ال number. on signs. signs للنمبر والساينز للزيرو. ما الزيرو إجباري يكون عليه ساين. هلا يجوا لأن إحنا باللين
عم نستعمل أي 0 0 plus. يعني إذا معي minus 4 over 0 plus what is the answer؟ minus infinity. minus infinity. إذا معي minus 4 أو plus 4 على 0 plus شو بيكون الانسر؟ plus infinity. إذا معي plus infinity على 0 plus شو بيكون الانسر؟ plus infinity. plus infinity. minus infinity على 0 plus شو بيكون الانسر؟ minus infinity. So if I've got plus infinity over plus infinity حتى لو minus or if we get 0 over 0 these cases are called what? Indeterminate. Yes, these cases are called indeterminate. شو يعني indeterminate؟ ما في نحط answer. Indeterminate form. So use من Hopital rule. شو بيقول Hopital rule يا جماعة؟ بيقول limit لليو على v as x tends to a equal limit ليو prime عشو v prime as x tends to a. يعني derive the numerator and also derive what? The denominator. But when you make derivative, when you make derivative, don't make the usual derivative. يعني ما تروح تعمل لي u prime v minus v prime u على v square. لحال. اللي فوق لحال واللي تحت لحال. وهذا الشيء أسهل. Okay. Not u prime v minus v prime u على v square. هذا الشيء لا. Okay. يعني أسهل. وانت لما بتعمل derivative أكيد الform will be changed. صح؟ يعني انت فوق فرضا كان عندك لين اكس ما بدك تعمل لها ديريفاتيف شو الديريفاتيف للين اكس 1 اوفر اكس وفرضا تحت عندك اكس بتيجي بدك تعمل ديريفاتيف للاكس شو بيجي الديريفاتيف للاكس 1 سو اتس سيرتن ذات ذا فورم ويل بي وات ويل بي تشينجد اوكي بعد عندنا 1 كيس حكيت عنها قبل شوي هي 0 تايمز انفينيتي من نجي بنحكي عنها بعد شوي يجمل هول الاشياء اللي لازم نتذكرهم بالليمت قبل ما نبلش نروح ونحل اسئله الليمت اوكي يعني okay. فوق واحد again I will repeat apply Hopital rule only in division if you have 0 over 0 or what infinity over infinity نحن هون عملنا limit as x tends to plus infinity طلع plus infinity مع number حطينا plus infinity على zero طلع minus infinity plus number يعني كنا عم نحط answers هون بس هون طلع infinity على infinity I can't write an answer so I need to make a Hopital rule بطلع 1 على 1 plus x yes we still with the word limit because we did not replace yet ما عوضنا what is the derivative of x plus 1 what is the derivative one. Of ln x 1 over x. طيب نحن we will consider this 1 over 1 نضرب مثل ما بقول البعيد بالبعيد والقريب بالقريب. So it is the limit of what? It will be what? Plus infinity. If we have the limit of minus x plus 1 minus ln x over x as x tends to what? To plus infinity. It will be what? Minus into show plus infinity. Plus 1 minus what? Zero. Minus 0. Good job. We've said before that you can memorize this. It is 0. And beside of this, you write what rule? Don't replace. دغري حتى 0. Okay, شو بيصير مع الانسر هون؟ minus times the plus infinity minus infinity. Prove هيدا زيادة أنا من عندي. ليش الليمت للين x على x as x tends to plus infinity عم يعطينا 0. إذا عوضنا plus infinity شو حيطلع معنا؟ هيطلع معنا plus infinity over what? Over plus infinity indeterminate form. مين بيقدر يعالج لي هذا الموضوع؟ Hopital rule. Okay. What does Hopital say? It says to make derivative for the numerator and the derivative for what? For the denominator. So it is limit as x tends to plus infinity of ln x derivative over x derivative. It is limit of 1 over 1 x. Over.
Over eight derivative over one. One. So it is what? One over plus infinity equals zero. Instead of writing everything here for ln x over x, just directly write what? Zero. Zero. You can prove it in the exams, but you don't have to do all this. Okay. هلا إذا طلع infinity عن infinity من غير ln x على x, we should to prove it. Okay. But I'm telling you only ln x over x. Okay. If we have the limit of 2x minus ln x plus 1 as x tends to 0 plus, it will be what? 2 into 0 plus minus ln 0 plus plus 1. It will be minus into minus infinity plus 1. It will be what? Plus 1. Plus infinity. Now, if we have the limit of 2x minus ln x plus 1, but x approaches what? Plus infinity. What should we write now? It is 2 into what? Minus ln plus infinity plus 1. It will be what? Plus infinity minus into plus infinity plus 1. It will be what? Plus infinity what? Minus infinity. Indeterminate form. How can we treat this indeterminate form? Plus infinity minus infinity. Who remember grade? Come on. When am I going to come on? 2x. ما في داعي على 2. Okay, I have said here. If you have plus infinity and minus infinity, it is indeterminate by common greatest. هيدا أهم شيء. Treat this case by what? Common mean, the greatest. For us, x is bigger than ln x. كيف عرفنا أن x أكبر من ln x؟ بالتابل اللي كنا مرة كاتبينه إذا بتتذكروا. So الاعتماد على الكبير على infinity. مين الكبير هم معنا نحن إياه؟ هيدا x. So, أنا حارجع أكتب كلمة limit وأكتب as x tends to plus infinity. حط ال x برا وافتح bracket. لما بفتح parentheses, everything here should be divided by what? By x. By x. So, let's divide 2x by x. What is the answer? 2. 2 minus. If we divided ln x by x, شو بيطلع ln 1, صح? ln x over x. إيه, بيروح ال x مع ال x. أكيد مش مسموح بدي تضل لن x على x. Don't try to simplify هيدا مع هيدا ممنوع. مثل لما يكون التلميذ عنده مثلا sin x على x ما في يتدخل باللي جوا. Plus 1 over شو كمان؟ Over x. هلا ليش نحن بننصح الطلاب انه ياخذوا the greatest common look what will happen inside the parentheses. لن x over x as x approaches plus infinity it is what? Zero. Zero. 1 over infinity, because I'm going to replace infinity, is what? كمان زيرو. بقلب ال parentheses بس حيبقى الشيء اللي انت اخدت منه كمان هو بس. شو بقي 2؟ وبرا شو عنا؟ It will be plus infinity.